رغم هزيمة تنظيم داعش إلا أن تقرير للاستخبارات الأمريكية صدر عام 2020 ورفعت عنه السرية مؤخرا حذر من أن التنظيم يعيد بناء قدراته لا سيما في سوريا والعراق. هنا يبدو أن زخم اللقاءات العسكرية بين بغداد وواشنطن عاد في محاولة للحفاظ على التفوق الميداني للقوات العراقية. بالعراق يناقش اليوم تهديدات داعش والدور الأمريكي في الحفاظ على التفوق العسكري والأمني للقوات العراقية في مواجهة تهديد التنظيمات الإرهابية. خليكم معنا. أهلا بكم في حلقة آخر الأسبوع من بالعراقي معكم علي الزبيدي. بعد ممارسة أمنية شلت الحركة في بغداد مؤخرا بحث قادة عسكريون في اجتماع أمني سبل تأمين العاصمة بغداد وسط أنباء عن إفشال مخطط لزعزعة الأمن في الأنبار وتنفيذ ضربات جوية ضد عناصر داعش في حمرين وتأكيد على استعداد القوات الأمنية للتعامل ضد أي طارئ على الحدود. التقرير. توجيهات أمنية تركز على توخي الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتحديث الخطط بما يؤمن العاصمة بغداد من أي تهديد. وزارة الدفاع ذكرت في بيان أن التوجيهات أصدرها رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري اللذين حضرا اجتماعا أمنيا موسعا عقد الأربعاء في قيادة عمليات بغداد لمناقشة أبرز المعوقات بمواجهة تأمين العاصمة. وكانت بغداد قد شهدت قبل يومين ممارسة أمنية شملت قطع أغلب الطرق والجسور الرئيسة، عملية وصفها رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن بالمرنة والناجحة وبأنها حققت غرضها لاختبار القدرة على الانتشار الأمني. في الأنبار أعلنت قيادة الشرطة اعتقال 37 من وصفتهم بإرهابيين يكونون خلية كانوا يخططون لزعزعة أمن المحافظة. وعلى ضوء الاعترافات والتحقيق هناك والنوايا والتخطيط من خارج العراق أي من تركيا من مجاميعهم وقادتهم على حد القول والاعتراف من قبل هذه المجاميع بينتظرون الأوامر والتعليمات من أجل القيام والعودة مرة أخرى بزعزعة الوضع الأمني مستغلين الأوضاع التي تحصل في العراق بشكل عام الأوضاع السياسية وبعض ما موجود في هذه المحافظة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أعلن من جهته مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين. وذكر رسول في بيان أن مقاتلي العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا إنزالا جويا ناجحا تمكنوا فيه من اقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، لافتا إلى أنه تم العثور على أشلاء متقطعة لعناصر داعش إثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية. وتأتي هذه الأحداث في وقت أكدت قيادة العمليات المشتركة استعداد قواتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث على الحدود. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مهمة لضبط الحدود منها التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية تحت مظلة التحالف الدولي، لافتا إلى أن عدد عناصر داعش في العراق الآن قليل جدا أغلبهم محليون وهم يتنقلون على شكل مجموعات صغيرة من 4 إلى 5 أشخاص في مناطق صحراوية وجبلية وزراعية نائية. يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد الخبير الأمني والعسكري السيد
فاضل أبو رغيف من العاصمة الأمريكية واشنطن، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى السيد ديفيد بولك، ومن ولاية أوهايو الأمريكية السيدة رندا سليم مسؤولة برنامج فض النزاعات في معهد الشرق الأوسط للدراسات. ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في بالعراقي ومساءكم خير. أبدأ معك سيد فاضل، كل هذه العمليات اللي أعلن عنها مؤخرا، لعله آخرها العمليات اللي تنفذت عن طريق العمليات الخاصة اللي حصلت في حمرين، أريد أسأل إلى أي مدى كخبراء في العراق، خبراء في مجال الأمني، هناك قلق من خطورة أن يلملم التنظيم بقايا في العراق؟ نعم أستاذ علي، التحية الطيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفيك الكريمين عبر الأثير. يعني أولا كان العراق وما فتئ وسيبقى هو حائط الصد الأول والأخير لكل دول العالم وكل دول المنطقة، بيد أنه تصدى لأعتى تنظيم إرهابي بان عام 2014 بالتزامن مع ما يسمى بدولة التمكين، بعد أن سيطر داعش على أكثر من 42% من مساحة العراق الجغرافية، سيطر على محافظة الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق التي تقدر ب 138 ألف كيلومتر مربع، سيطر على ثاني أكبر محافظة في العراق وهي محافظة نينوى شمال العراق، سيطر على أجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين ومن محافظة ديالى ومن مناطق متاخمة إلى بغداد، مناطق ذراع دجلة ومناطق الكسارات ومناطق بعض من مناطق سامراء وبعض من مناطق تكريت وعلى القصور الرئاسية. كل هذه المناطق التي قام بالسيطرة عليها داعش فرض سطوته ووزع مفارزه ووزع قطعانه التي انتشرت بين تلك الفيافي، لكن حقيقة القوات الأمنية العراقية والمتمثلة بقيادة العمليات المشتركة والرد السريع ومكافحة الإرهاب وكذلك الحشد الشعبي وكذلك الأجهزة الاستخبارية بكل تفاصيلها نظمت جهودها ونظمت صفوفها ويعني ضربت داعش وبعد ضربات جوية طبعا بالاستعانة بالجهد الدولي، يعني أكثر من 63 دولة، طائرات الرافال الفرنسية، المدفعية الفرنسية، طائرات الاف 16 الأمريكية، طائرات الاف 16 العراقية، طائرات طوافات المي 35 والمي 28 العراقية، الجهد الاستخباري، الجهد المعلوماتي، كلها عمليات أدت إلى كبح جماح التنظيم وإلى عضل جهوده وإلى الحد من خطورته. هل أكو قلق؟ التقرير الأمريكي يعني سيد فاضل، التقرير الأمريكي رغم أنه هو من 2020، نعم، لكن حتى لما نشر وكشف عنه أو رفعت عنه السرية، حتى من يعلق عليه يقول بأن هناك قلق يعني أمني بأن يتمكن التنظيم من إعادة نفسه. هذا سؤالي، هل أنتم كخبراء عراقيين تقلقون من أن يعود تنظيم داعش؟ يعني أنا تكلمت لك عن الجوانب المشرقة في التصدي لأعتى تنظيم إرهابي. التنظيم الإرهابي كان يتمثل بوجوده الميداني، الآن المعركة بالسابق كانت هي معركة ميدانية تعبوية عسكرية برية، الآن المعركة تحولت من هذه الصنف إلى صنف المعركة الاستخبارية والأمنية، لذلك الآن التي في الواجهة جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ومدير الاستخبارات العسكرية والوكالة. يعني قبل أسبوع من الآن تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من توجيه 3 ضربات في سلسلة جبال حمرين، سلسلة جبال حمرين تكاد تكون هي المنطقة الأخطر وهي مناطق محصورة، أخطر 3 وديان دائما أكررها تقع بين. بس سيد فاضل، يعني صار لنا سنوات، نعم عذرني المقاطعة، يعني الحين صار لنا سنوات نحكي على حمرين، على الصحراء، صحراء الحضر، ده نحكي على مناطق مدى تخلص. يعني أنا هذا سؤالي، هل هناك قدرة طبعاً عراقية بأن طبعاً تنهي التنظيم، ولا بالضبط مثل ما تقول أنه ما راح تخلص ونبقى نحاربها لسنوات أطول؟ لا، يعني أولا إنهاء التنظيم إنهاء مبرما قطعا هذا لا يحدث أستاذ علي، دعنا نتسلم بمسلمة أن التنظيم طالما هو يتمتع بالعقائدية والأيديولوجية والتماسك الفكري، وطالما وجود هناك مجلس شورى مجاهدين وهيئة رأي ولجنة مفوضة وشرعيين ومفتين، هؤلاء لديهم أفكار ولديهم إيمان وعقيدة،
هسه العقيدة قد تكون عندنا بنظرنا فاسدة، لكنها بنظرهم يعتقدون بها ويداومون عليها ويديموها. لذلك بالامكان ان قواتنا تحد من خطورته، لكن لا يعني كل قوات العالم يعني هذا بوجهه نظر، طبعا بوجهه نظر الارهاب مستمر وموجود في كل مكان للاسف، وجزء من الحرب هي الحرب الايديولوجيه اللي ايضا اتمنى يكون عندنا وقت نتكلم بها. سيد ديفيد اهلا بك في بالعراقي. يعني التقرير الاستخباراتي الامريكي اللي رفعت عنه السريه مؤخرا يتحدث عن هذه التحذيرات بانه جهاز الجهات الامنيه الأمريكية تحذر بأنه تنظيم الدولة قد يستعيد قوته السابقة، بل حتى نفوذه العالمي، هذا المصطلح تم استخدامه في التقرير، إذا قلصت القوات الأمريكية والغربية الأخرى دورها في مواجهة الحركة المتطرفة. هذا نص من التقرير، هل تتفق مع هذا التقييم؟ نعم بالتأكيد أنا أتفق مع هذا التقرير، وأنا بصراحة كاملة أنا أتفق كمان بكلام الضيف المحترم الزميل المحترم بالنسبة لإيديولوجية هذه المنظمات الإرهابية. أنا أعتقد أنه للأسف الشديد هناك ما يسمى باللغة الإنجليزية True Believers، المعنى هم يصدقون ويؤمنون بهذه الإيديولوجية الفاشلة والمفسدة ولكن والخاطئة، ولكن هم للأسف صارحين بهذا الإيمان وبهذا الالتزامات أو الانتماء إلى هذه الإيديولوجيا المتطرفة، ولذلك هناك دائما احتمال لإحياء، أنا لا أقول الخلافة المعنى كما كنا نرى في سنوات أو منذ 7 أو 9 سنوات في الخلافة في موصل أو في الراقة، مدينة الراقة في سوريا، لا، بس الخلايا النائمة والتحرك الإرهابي. أنا أعتقد عندنا حتى هذه اللحظة وهناك الاحتياج بحرب مستمرة دائمة، ربما بالأساليب متنوعة معاصرة، أساليب أخرى بالمقارنة إلى المعارك بالدبابات أو بالقوات الجوية. أنا أعتقد أنه هذه الحرب سوف تستمر كمان سنوات في العراق وفي سوريا وفي أماكن أخرى في إفريقيا وفي المنطقة بشكل عام وخارج المنطقة. طيب ستراندا أهلا وسهلا بك في بالعراقي. يعني إذا يعني حطينا هذا الكلام أو وضعنا هذا الكلام في ميزان آخر، وهو ميزان دائما نقول القوات العراقية، الولايات المتحدة تقول، العراق يقول، دول أخرى تقول بأن القوات العراقية قادرة أن تضمن عدم عودة التنظيم ونشاط التنظيم بقوة في العراق، وأن الدور الأمريكي الدور الغربي يقتصر على التمكين والاستشارة أو المشورة. هل تؤيدين بأن هذا الحراك أو هذه الحركة، حركة نسميها الخرافة تنظيم، غير قادرة بأن تأخذ موضع قدم جديد في العراق أو في سوريا؟ لديها موقع قدم حاليا في العراق وفي سوريا، ولكن هذا الموقع موقع القدم ليس بكبر ما كان لديه مثل 2014. في ديفينتلي تغيير مهم جدا في قدرات هذه المنظمة، إذا فينا نقول الإرهابية، على إعادة الاستيلاء على مساحة الأراضي التي كانت تحت يعني سيطرتها في السابق، وخاصة على قدرتها على جلب منتسبين له، يعني قدرتها الأيديولوجية ما زالت موجودة ولكنها خفت بكثير. يعني الفشل يعطي يمنعها من الحصول على منتسبين، ولذلك نراهم الآن يريدون أن يقومون بعمليات تلفت الانتباه لكي يعودوا بجلب انتباه أشخاص يعني يؤيدون الأيديولوجية لكي ينتسبوا لهم. مثلا اليوم سنتكوم قالت أن القوات الكردية قصد أحبطت عملية انتحارية
من داعش للهجوم على معسكر الهول في شمال غرب سوريا. في السابق هناك كانت محاولة ونجحت ببعض المكان ولكنها فشلت بالمعنى المطلق لإطلاق أو رهائن لداعش من حبس من سجن كان تحت سيطرة قوات قصد. لذلك سنراهم يقومون بهذه العملية. ولكن أريد أن أعقب أن هناك عوامل عملية داخلية وخارج العراق يلي هي تخلق مكان كيف بدي أقول لك يعني صالح فينا نقول أو مكان إيجابي ملاذ آمن كأنه نعم آمن إيجابي لإعادة هذه الفكرة. وفي في هنا في سوريا هناك طال هناك حدود عراقية سورية غير مضبوطة، طال هناك خلاف في سوريا حول النظام، حول العلاقات بين الأكراد ودمشق، الأكراد وتركيا. سيكون هناك مكان آمن لداعش في سوريا، ولذلك هناك طريقة لداعش لكي تأتي إلى العراق. ولكن داخل العراق نرى خلال تاريخ العراق المعاصر مؤخرا خلال السنوات الأخيرة أن عطول هناك في ربط بين خلل في العملية السياسية وخلل أمني. عندما العملية السياسية الوضع السياسي في العراق يتدهور أو يصبح غير ثابت، نرى هناك تدهور في العملية على الميدان في الأمن، وهذا يخلق مناخ إيجابي لداعش. يعني هي أستاذ راندا، حتى لما نتكلم عن مواجهة الفكر، هو مواجهة الفكر ليس بالضرورة فقط بالنص الفكري، لكن تهيئة الظروف الملائمة حتى أكيد تستقبل الناس هذا الفكر. نعم يعني نعم أكيد يعني أنا أوافقك تماماً. نعم طيب خليني سيد فاضل تسمعني. أكو مشكلة بالصوت لأنه شفت تأشر أنه مدى يسمع الصوت. طيب خلينا نروح فاصل سريع، وبعد الفاصل الحديث مستمر مع ضيوفنا حول يعني المآلات التي يمكن أن تصل لها التهديدات أو التحذيرات الأمنية، وأيضا التقارب الأمني بين واشنطن وأربيل الذي يتوج باتفاق ومذكرة تفاهم بين إقليم كردستان والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. وقع إقليم كردستان مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية بمراسم حضرها رئيس الإقليم نجرفان برزاني ورئيس الحكومة مسرور برزاني ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست وولندر. كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن باختيار محمد مضمون مذكرة التفاهم التي أبرمت بين وزارته ووزارة الدفاع الأمريكية. التقرير. إقليم كردستان يعزز التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية عبر مذكرة تفاهم تدعم قوات البيشمركة الكردية. فرئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني استقبل وفدا أمريكيا برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر حسب بيان كردي. أشار إلى أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وواشنطن. بيان رئاسة الإقليم أضاف بأن رئيس الحكومة الذي أثنى على الدعم الأمريكي لقوات البيشمركة أشار إلى الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم، وعبر عن رغبة حكومة الإقليم بالنهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة. خالي هرا جرينجي أميا داشتا أويا
النقطة الأهم في هذه المذكرة هي أن الطرفين متفقان على أن داعش لا يزال تهديدا وخطرا جديا وحقيقيا، ولا تزال هناك مهمة مشتركة بين إقليم كردستان والعراق وأمريكا والحلفاء، وهي مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين إلى أن يتم القضاء على داعش نهائيا. من هنا أود تجديد شكر وامتنان إقليم كردستان لمساندة ومساعدة أمريكا وأصدقائنا الآخرين في عملية الإصلاح بوزارة البيشمركة. سيليست والندر من جانبها وصفت المذكرة بالعلامة الفارقة في العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، فيما الجانب السياسي كان حاضرا في لقاء بارزاني ووالندر، فناقش الطرفان الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة وإصلاحات أخرى قائمة في وزارة البشمركة، وأكد أهمية الحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل. وكانت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي زارت بغداد الثلاثاء، والتقت كبار القادة العراقيين وعلى رأسهم وزير الدفاع جمعة عناد حسب بيان لسفارة واشنطن في بغداد. اللقاء أعاد التأكيد على أهمية الشراكة في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق. بيان السفارة الأمريكية تطرق لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2008، إذ تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بموجبها بتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتقديم المساعدة الأمنية كجزء من تعاون أوسع يعود بالنفع على جميع العراقيين ويعزز سيادة البلد واستقراره وأمنه، حسب بيان نشرته صفحة السفارة الأمريكية في العراق. بيان الحوار الاستراتيجي يؤكد مجددا على أن دور القوات الأمريكية وقوات التحالف قد تحول إلى المهام التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من قواتها خارج العراق، وهي التي غادرت دورها القتالي في العراق في شهر كانون أول من عام 2021. نعود لنرحب بضيوفنا الكرام مرة أخرى من بغداد، الخبير الأمني والعسكري السيد فاضل أبو رغيف من العاصمة الأمريكية واشنطن، كمير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى السيد ديفيد بولوك، ومن ولاية أوهايو الأمريكية السيدة رندا سليم مسؤولة برنامج فضل النزاعات في معهد الشرق الأوسط للدراسات. أهلا بكم مرة أخرى ضيوفنا الكرام. سيد فاضل، في هذا الباب أريد أسأل، وزارة الدفاع الأمريكية والبيشمركة يوقعان مذكرة تفاهم جديدة بهدف مواصلة الدعم الأمريكي للقوات الكردية. سؤالي، وهو سؤال يسأله البعض، أين تكمن الحاجة في توقيع اتفاق مباشر ما بين وزارة الدفاع الأمريكية وما بين الأكراد دون المرور ببغداد؟ أم أن هذه المشاريع أو هذه المذكرات التفاهم تكون ثلاثية؟ يعني أريد نفهم هذه الجزئية. يعني في اتفاق مبرم سابقا مع الحكومة الألمانية، جهزت ألمانيا ببعض الأسلحة الحساسة ذات الطابع الاستخباري والفني إلى الجانب الإقليم، يعني إبان عام 2014 وما تلاها. وأعتقد عملية التجهيز والتبادل والتعاون هذه بين هذه الدول وبين أربيل وبين الإقليم تندرج ضمن التعاون الثنائي لمكافحة التنظيم، سيما إذا علمنا أن يعني أن الإقليم يعني طالما يتعرض ودائما ما يتعرض لبعض الهجمات الإرهابية، سواء كان نظرا للحدود المتاخمة بينه وبين نينوى، بينه وبين كركوك، بينه وبين مناطق في جنوب كركوك، وهذه المناطق تمثل تحديا كبيرا للتنظيم للإقليم. لذلك لا أعتقد أن هناك أي اتفاق بيني ثنائي بين الإقليم وبين دولة أخرى ما لم يكن ممررا من قبل الحكومة الاتحادية، بيد أن الحكومة الاتحادية تملك وزارة الدفاع، وزارة الدفاع فيها مديرية وهي مديرية التسليح والتجهيز، وهذه هي المسؤولة عن التعاقدات الخارجية على الأسلحة، سيما الأسلحة الثقيلة، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الفنية التي هي تخدم عملية مكافحة التنظيم. لذلك العراق يعني اتسم واكتسب خبرة كبيرة جدا في مكافحة التنظيم، في حرب المباني المشيدة، في حرب الكر والفر، في حرب العصابات، سيما إذا علمنا استحداث بعض القطاعات وبعض الصنوف من بينها الرد السريع، هو يعتبر شيء جديد ما بعد 2003، مكافحة الإرهاب يعتبر شيء جيد أيضا ما بعد 2003. جهاز المخابرات الوطني العراقي ما كان يعمل قبل 2003 إلا بطريقة محدودة، لكن هذه المرة جهاز
جهاز المخابرات العراقي الوطني استطاع أن يستدرج بعض القيادات في التنظيم، قيادات فاعلة وقيادات خاملة وقيادات عسكرية وقيادات شرعية. اعتقل الشيخ الدكتور إسماعيل عيثاوي من تركيا وهو يعد مسؤول اللجنة المفوضة في التنظيم. اعتقل جمال مشهداني وهو تم استدراجه من الخارج. اعتقل مجموعة صدام الجمل ومجموعته وهو قام بضرب طوس خرمات ب 18 صاروخ كيميائي، وقام بذبح أكثر من 20 من ضباط البيش مرقة. لذلك أعتقد أن الجهود جهود متضافرة، جهود كبيرة. فاتن الذكر أستاذ علي أن جهاز الأمن الوطني يعني قبل نحو أقل من شهرين خلت ألقى القبض على معمل يصنع سيارات تدريع مدرعة لشخص قام بالتدريع وتحصين أكثر من 45 سيارة تمهيدا لتفخيخها وإنزالها في كركوك وفي صلاح الدين. وهذه لو 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 مرت دون أن يلقى وتفكك من قبل جهاز الأمن الوطني أعتقد كادت أن تسبب مجازر بشرية بين الجماهير وبين المواطنين بين الآمنين بين المدنيين. لذلك العمل والمقاومة ودعني أقول لك مقاومة وضرب التنظيم ومكافحة التنظيم مستمرة على قدم وساق. نعم نحتاج إلى دعم جهد دولي في لا نحتاجه على الأرض. القوات العراقية لا تحتاج قوات برية ولا مشات، إنما تحتاج دعم لوجستي ودعم تجهيزي وتسليحي وتطويري يعني في التقنية والكوميونيكيشن بكافة سبلها من أجل رفع مستوى القتالي لكافة المقاتلين سيما بقيادة عمليات مشتركة. طيب سيد ديفيد، أيضا بين الحين والآخر يتم استهداف المصالح الأمريكية في العراق لا سيما في إقليم كردستان. سؤالي ما مدى جدية هذه المخاطر أو التهديدات بالنسبة للولايات المتحدة؟ مخاطر من قبل داعش أو من قبل يعني المخاطر مرة تأتي من قبل داعش ومرة تأتي من جماعة المسلحة. أنا أقصد هنا الاستهداف الأمريكيين أو الآن في هذه الحالة استهداف المقرات الأمريكية ليس بضرورة يأتي من قبل داعش. كل هذه التهديدات كيف تراها واشنطن، مخاطرها بالنسبة لواشنطن؟ السؤال جيد جدا، وللأسف الشديد الحقيقة أنه ما زالت المخاطر للقوات الأمريكية على الرغم من أنها الآن محدودة جدا. أنا أعتقد أقل من 3000 مستشارين عسكريين أمريكان داخل العراق سواء كانت في الإقليم كردستان أو في سئر مساحة دولة العراق. أنا أعتقد أنه أمريكا مستعدة لمواجهة هذه المخاطر بشكل دفاعي وبتنسيق دقيق بين القوات الأمريكية من ناحية وقوات الأمن العراقية المحلية من ناحية أخرى، البشمركة والقوات الفيدرالية الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية. لذلك أنا أعتقد أنه نحن نرى الآن وتوقيع هذه المذكرة الجديدة بين إقليم كردستان ووزارة الدفاع الأمريكية دليل على ذلك. نحن نرى إصرار أمريكا على البقاء المحدود داخل العراق على الرغم من هذه التهديدات من قبل داعش أو بصراحة كاملة من قبل المجموعات أخرى كالمجموعات الموالية أكثر لإيران داخل الحشد الشعبي في العراق. طيب في هذا الباب ستراندا، يعني كيف ترين هذا التعاون في ضوء صراحة ظروف لها عمق حتى سياسي عمق إقليمي؟ هل هناك مخاطر على المصالح الأمريكية في هذه الحالة في العراق، وهل واشنطن تتعامل مع هذه المخاطر؟ أنا أعتقد أن المخاطر للمصالح الأمريكية خاصة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هي أكبر من المخاطر يلي تواجه الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وهذه المخاطر تنبع من فصائل موالية لإيران موجودة في العراق، يعني عراقية كذلك فصائل موجودة في سوريا. هناك وهذا له ربط بناحية معينة بالحرب بأوكرانيا. هناك ضغط على الرئيس الروسي بوتين من المتشددين داخل المنظومة العسكرية في روسيا أن على روسيا أن كيف أقول لك
أن تعمل على أن المؤسسة العسكرية الأمريكية يجب أن تدفع الثمن لمساعدتها لأوكرانيا. والوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو بفتكر الأكثر خطورة بالنسبة لهذا، أن تكون الجهة التي ستدفع الثمن من جهات موالية لإيران، ولكن بروسيا تعمل بغض النظر أو حتى بتوجيه نوع من إلى متى ستراندا؟ هذه نقطة يعني ربما واحدة من الأسئلة اللي يطرحها كثير من العراقيين وحتى السوريين في هذه الحالة. إلى متى تبقى التصفيات في سوريا والتصفيات في العراق؟ تصفيات حسابات ما لها دخل لا بالسوريين ولا بالعراقيين في بعض الأحيان، في أغلب الأحيان في الحقيقة. طول ما عندنا أنظمة فاشلة ضعيفة مهترئة في كلا البلدين. طيب أنا أحب أبقي هاي لحظة الصمت. سيد فاضل أبو رغيف، ننتقل شوية، خلينا نبقى في سوريا، بس نبقى ما بين العراق وما بين سوريا. عندي تصريح للسيد النائب في البرلمان العراقي طبعا السيد شيروان دوبرداني عن محافظة نينوى، يحذر بأن الحكومة العراقية ستعيد اليوم الخميس 150 أسرة من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في وقت حسب وصفه تتصاعد فيه هجمات داعش في صحراء الحضر حسب وصف النائب. هل هناك أي دليل على أنه عودة أسر الهول قد تهدد الأمن بالعراق؟ شوف أستاذ علي، مخيم الهول يعني هو مخيم قد يتراءى للبعض أنه جاء على أعتاب 2014 بعد انكسار داعش في دولة التمكين، لكنه يعني تم إنشاء إبان تسعينات القرن الماضي على يعني على عقابيل وأعتاب الحرب الكويتية العراقية، حرب التحرير كما يسموها. لذلك أعتقد يعني لدينا أكثر من 57 إلى 60 ألف من عوائل التنظيم من الراديكاليين، يعني هناك عمليات تخطيط واجتماعات وتفخيخ وتدريب وتطوير لإمكانات التنظيم داخل هذا المخيم. العراق بمفرده لا يستطيع أن ينهض بأعباء حل معضلة مخيم الهول. العراق يحتاج إلى جهد دولي، يحتاج إلى جهد أممي، يحتاج إلى جهد إقليمي، يحتاج إلى جهد عالمي لغرض حل هذه المعضلة الكبرى. مخيم الهول كان وما زال وسيبقى القنبلة الموقوتة التي تهدد العالم برمته. لماذا؟ لأنه يضم أعتى أنواع الموتورين من أبناء المقتولين، من أبناء الذين تم اعتقالهم، من أبناء الذين هم بالأصل هم مطلوبون. لذلك يعني 150 عائلة، 150 شخص لا يمثل نسبة أقل من 1% من عديد الموجودين داخل المخيم. مخيم الجدعة هو بحد ذاته يخضع إلى يعني إلى أنا على عذرا للمقاطعة سيد فاضل وقاعدة البيانات، عذرني المقاطعة، أنا هذا التصريح نعم. وأشكرك طبعا على الإجابة، بس أنا هذا التصريح أسأل عليه لأنه جزء من المشاكل اللي تواجه الناس اللي دا ترجع أنه ما يقدرون يشتغلون أو يرجعون لمناطقهم بسبب صورة نمطية. هسه أنا اريد أعرف مدى هذه صحة هذه الصورة، خاصة وأنه اللي يطرحها ويدافع عنها في هذه الحالة هو عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى. لذلك أنا أسأل أمنيا، هل هناك خطر فعلا من أن ترجع أسرة من الهول إلى العراق؟ يعني الجواب من شقين. الشق الأول مدى خلو ساحة هذه وسلامة هذه العائلة وهؤلاء الأفراد، هل أنهم يعني إلى الآن هم مؤدلجون، إلى الآن هم عقائديون، وهل سلامة موقفهم من ناحية الداتابيس وقاعدة الممكس وقاعدة البيانات سليمة؟ إذا كان نعم فهذه الخطوة الأولى. الخطوة الأهم من الخطوة الأولى وهي التعايش السلمي، هل أن هؤلاء الأهالي وهؤلاء تلك الأحياء وهذه الأزقة هل ستتقبلهم وهم قد قتل أبنائهم وقد شردوا؟ يعني السنة في تلك المناطق تعرضوا إلى قتل وإلى تشريد وإلى مصادرة لأموالهم. هذا هو الدور اللي يقع الحكومة في الجدعة المفروض، مزارعهم. الحكومة العراقية وما تقوم به في الجدعة، الحكومة بمفردها. أستاذ علي أعيد وأكرر عليك كلامي، الحكومة بمفردها لا تستطيع أن تصول بيد جذاء، بمعنى أنها لا تستطيع أن تنهض بأعباء
هذا الموضوع الحكومة تشكو من مشاكل سياسية داخلية ويعني الجدعة سبق لي السيد حميد الشطري أن ذهب بنفسه وتدخل بهذا الموضوع من أجل حل المعضلة إبان عام 2020 وأردفها بزيارات مكوكية ومتكررة. السيد قاسم الأعرجي هو الآخر أيضا حاول إصلاح ذات بين هذا المعسكر وردم الهوة وإعادة توطين تلك العوائل، لكن اعتقد ان المعضله اكبر من يعني اكبر من حلها، اكبر من جسامه المعضله، تحتاج الى تدخل عالمي، تحتاج الى تدخل دولي. على العالم ان لا يستهين بموضوع لا الجدعه، هسه الجدعه نوعا ما بلحاظ يعني الهول لا يعد كبيرا، المشكله تكمن في الهول. الهول يعني هو اسمه الهول وهي من الهول يعني من المصيبة الكبرى. ذكرت نقطة مهمة أريد جذري وليس أريد حل ترقيعي. نعم أريد نحكي بها أكثر بعد الفاصل، وهي مسألة تأثيرات السياسة وتحديات السياسة واللي شلون تنعكس على هذه الملفات المهمة. أشكرك سيد فاضل، عندنا فاصل أخير وقصير بعد الفاصل. هل وصلت ارتدادات الخلاف السياسي إلى الاستقرار الأمني في العراق؟ كيف؟ خليكم يعني. أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم من بالعراقي. نعود ونرحب بضيوفنا الكرام من بغداد، الخبير الأمني والعسكري السيد فاضل أبو رغيف من واشنطن العاصمة، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى السيد ديفيد بولوك، ومن ولاية أوهايو الأمريكية السيدة رندا سليم مسؤولة برنامج فض النزاعات في معهد الشرق الأوسط للدراسات. أهلا بكم مرة أخرى سيد ديفيد. الآن نتحدث على التحديات الأمنية الأخرى بعيدا عن داعش، وهنا أسأل مقارنة بخطر داعش، كيف تقيم خطر الجماعات المسلحة الأخرى وتأثيرها على أمن الدولة؟ من بعيد من واشنطن كما أنا أفهم هناك مخاطر حقيقية. أحيانا صعبة. تحتاج أن تكون بعيد حتى تقيم المخاطر. نعم أحيانا، شكرا. بس الحقيقة أنه أنا أرى المخاطر كصعبة جدا وعميقة للأسف من قبل المجموعات المسلحة الأخرى. والحقيقة أنه سيطرة الحكومة العراقية على قوات الأمن بشكل كامل أنا أعتقد هو في قلب القضية الأمنية أو القضايا الأمنية داخل العراق. كل حكومة في العالم يحتوي طبعا على الحكومة العراقية تحتاج إلى السيطرة الصلاحيات والسيطرة الشاملة على قوات الأمن الفيدرالية أو الوطنية. ولذلك أنا أعتقد أنه وجود ميليشيات مختلفة على الرغم من القانون الذي دمج أو ضم هذه الميليشيات إلى القوات الأمن العراقية، وجود هذه الميليشيات غير الموالية 100% للحكومة العراقية الراهنة ولأي حكومة عراقية. أنا أعتقد هذا الوجود يمثل مشكلة عميقة وصعبة للمدى الطويل للأمن العراقي الداخلي والخارجي. والحل لهذه المشكلة الصعبة والعميقة أنا أعتقد يحتاج أن يكون مدرج. وطبعا هذه المشكلة حساسة جدا، هناك الجيران، دول الجيران التي ربما تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وهناك مشاكل داخل الأحزاب العراقية، وطبعا هناك أزمة سياسية عراقية داخلية في العاصمة في الحكومة في البرلمان،
وفي مسألة الانتخابات، وكل ذلك يؤثر سلبيا على المشهد الأمني في البلد. لكن على الرغم من كل هذه المشاكل، الحقيقة أنه نحن نرى على الرغم من كل ذلك كفاءة عراقية أنا أعتقد كافية لمواجهة هذه المخاطر. طيب السؤال متى؟ هو هذا هو السؤال الأهم يمكن. طيب ستراند، السياسة المفروض تكون في صلب حلول المشاكل، لكن في العراق كما في دول أخرى في المنطقة هي جزء مهم من المشاكل. السياسة كيف تؤثر وانسداداتها السياسية كيف تؤثر على مجمل المشهد الأمني في العراق اليوم؟ يعني يعني أريد أن أعقب على الذي قاله زميلي السيد ديفيد. إني لا أشاطره الأمل أن سيكون هناك فرصة مستقبليا حتى بعمليات تدريجية لكي تسيطر الحكومة العراقية على كل مفاصل الأمن والقوى الأمنية في البلاد. أفتكر تخطينا هذه المرحلة، كان هناك أمل منذ سنة أو سنتين، ولكن الآن تخطينا هذه المرحلة. هذه الحقيقة التي حاليا موجودة في العراق اللي هو في خلل، يعني في خلل حقيقي في سيطرة الحكومة العراقية على في سيادة العراق، في تأمين سيادة العراق وحماية سيادة العراق. لأن ما هو مفهوم سيادة السيادة الوطنية؟ هي أن تكون الحكومة العراقية يلي هي هون مخولة من البرلمان العراقي الذي صوت له الشعب العراقي، أن تكون هي مسيطرة على الأمن، على الحالة الأمنية في العراق وعلى قرارات الحرب والسلم وعلى كل ما ذلك. هذا هو مفهوم السيادة. حاليا لا يوجد ذلك، وأرى مع الوقت أن هذه الإكويشن المعادلة الموجودة حاليا في بين الحكومة والحكومة والقوى الأمنية التي سيطر عليها الحكومة من جهة، والفصائل الذي كما قال ديفيد الموالية لإيران، هذه المعادلة معادلة القوى من الصعب تغييرها، من الصعب تغييرها، لأن هناك دولة مجاورة اللي هي إيران ستكون دائما تقف لحماية هذه المعادلة. لأن يجب أن نقول الحقيقة، لماذا إيران تحمي هذه الفصائل؟ لأنها إيران تريد أن تمنع من أن يتمكن العراق في المستقبل، في أي مستقبل، في أي سيناريو، أن يكون خطرا جديدا على أمنها كما كان في حال صدام. والضمان الوحيد، الضمان الوحيد لإيران لكي تمنع هذا السيناريو هي وجود فصائل مسلحة تمنع هذا السيناريو، خاصة منذ 2019. لأن هناك عندك حضور شعبي كبير شيعي هو غير مؤيد للوجود الإيراني في العراق، وهذا خطر كبير لإيران. طيب شكرا سيدة راندا. أريد أسأل أيضا سيد فاضل، بدأنا الحلقة بسؤال لحضرتك حول مدى إمكانية عودة داعش واستمعنا لرأيك، الآن أسأل مدى إمكانية إثارة النعرات الطائفية مجددا في العراق، لأنه شفنا محاولات في هذا الباب اللي هي ممكن أيضا تولد لنا مواجهات من نوع آخر، أيضا خلل أمني من باب آخر، خاصة مع وجود انسداد سياسي. هل أكو تخوف من أن تعود هذا أو يعود هذا النوع من المشاكل الأمنية؟ وخلينا بالصراحة نحكي المعهودة من حضرتك. يعني أولا العراقيون نبذوا الطائفية لأنها جاءت لهم بالويل والثبور وجرت لهم مشاكل كبيرة وأدخلت العراق في إتون مرحلة عام 2006 وما تلاها. لذلك اتعظ العراقيون منها وابتعد ونأوا بأنفسهم كثيرا عن مثل هكذا إرهاصات قد أدخلتهم في مرحلة هم لا قبل لهم فيها. لذلك أعتقد يعني عام 2014 بعد إعلان فتوى الواجب الكفائي انكفأ وتساوى الدم الشيعي مع الدم السني والدم الجنوبي مع الدم الشمالي والغربي، وبذلك تكون العملية قد اتسقت وتساوت فيما بينها،
وانكفأت الطائفية على وجهها وولت إلى ما بعد حين، لكن حاول البعض من صب الزيت. يعني اليوم عندنا طائفية سياسية ولا توجد هناك طائفية عقائدية. الطائفية السنية الشيعية تكاد تكون أفلت وانطفأت جذوتها هكذا وانكسرت. هكذا بدأت الطائفية بعد 2003؟ هناك طائفية بدأت بالطائفية السياسية؟ نعم هكذا بدأت، لكن هي ارتفع منسوب الطائفية العقائدية، لكنها انطفأت جذوتها ابان عام 2014 حينما تساوى السنة والشيعة والكرد والطوائف الأخرى في معركة واحدة، وانصهرت هذه العقائد والانتماءات العرقية والقومية في بودقة الدفاع والانبراء عن العراق وترابه جملة وتفصيلا. لذلك تكافأ الدم الأنباري مع الدم الواسطي مع الدم الميساني مع الدم البصري مع الدم يعني المحافظات الجنوبية والغربية اتسقت على حد سواء. ولكن البعض يحاول جر البلاد إلى أتون مناكفة مساجلة أفرزت لنا الحقبة المنقضية. الحقبة أقصد بها هي الحقبة في اللغة الحقب 80 عام، أقصد الحقبة هنا بقبالة الشهرين أو ثلاثة. الشهرين وثلاثة المنقضية أفرزت مجموعة كارتل طائفي سياسي، بمعنى يعني انقسم الناس إلى سماطين، سماط يؤجج هنا وسماط مع هذا، بمعنى أنه أصبح يعني أصبح البعض يؤجج هذه الكتلة على حساب هذه الكتلة. هذا المخاوف، هنا المخاوف لأن داعش لديه مجسات يضعها على الوضع السياسي. نعم سيد فاضل، وزارة الدفاع العراقية الجيش العراقي أعلن رفع الإجراءات الأمنية بالعاصمة بغداد، القلق من شنو؟ القلق من داعش لو القلق من الجماعات المسلحة من وجهة نظرك؟ يعني أولا كثر يعني خرجت كثير من الفرا والتخرصات والإشاعات والدعايات على أنها محاولة انقلاب. أستاذ علي، لن يكون هناك أي انقلاب عسكري في العراق. أنا ما قلت انقلاب، بات دولة ديمقراطية رغم المؤاخذات. أنا أي نعم، هذا يفهم بالشارع. أنا دا أتكلم لك نبض الشارع ونبض ما أشيعه بالسوشال ميديا على أنه لا يوجد هناك بعد الآن. البيان رقم واحد، الآن العراق دولة التداول السلمي للسلطة. حدثت في عام 2015 وعام 2014 ممارسات أمنية بين فينا وأخرى، قيادة العمليات المشتركة وكذلك قيادة عمليات بغداد تنفذ ما يسمى بالممارسات الأمنية، نفذتها في مناطق عند تخوم بغداد، عند حدود بغداد الشمالية والغربية، نفذتها في ذراع دجلة، نفذتها في الكسارات، نفذتها في القرمة، في القرمة المنطقة المحصورة ما بين الطارمية وما بين الأنبار صحراء القرمة، نفذتها في العديد من الأماكن. لكن هذه المرة لأنه تم تنفيذها بجانبي الكرخ والرصافة وتم قطع الطرق بصراحة، لو تسألني عن رأي أقول هذه الممارسة لم تكن موفقة، مع العلم أنها ضرورية للأجهزة الأمنية وضرورية للمواطن لجس النبض الأمني على الطاولة الأمنية والطاولة الشعبية بصورة عامة. شكرا سيد فاضل. أسمع سيد ديفيد بولوك، مع ما نراه من اضطرابات انسدادات سياسية سميها ما شئت، إلى أي مدى يمكن أن يصمد الانضباط الأمني إذا صح التعبير، ومتى ممكن أن ندخل في مرحلة ندق ناقوس الخطر في واشنطن هذه المرة؟ نعم، أنا أسست كمان مرة من بعيد، كما أنا أرى الوضع في بغداد أو في العراق بشكل عام. أنا أعتقد أنه أنا أتفق مع زميلي المحترم أنه ليس هناك الآن مخاوف بالنسبة لانقلاب عسكري ولا بالنسبة لحرب أهلية طائفية في العراق عموما، لكن المشكلة والمخاطر والمخاوف الحقيقية بالنسبة للنزاع العنفي بين الأحزاب وداخل أهل الشيعة، داخل حتى ربما البيت الكردي وداخل حتى العاصمة بغداد، وليس من قبل داعش وليس من قبل الميليشيات الموالية لإيران. للأسف الشديد نحن نرى الآن احتمال اضطرابات عنيفة بين الأحزاب العراقية الموالين لمقتدى الصدر من ناحية والموالين لزعماء الآخرين من ناحية أخرى والمستقلين أو الآخرين، وهذا مشهد طبعا خطير وحزين. لكن أنا أؤكد وأكرر أنه أنا شخصيا أنا لا أتوقع انهيار
للمشهد الأمني لا في بغداد ولا في العراق. أنا أعتقد أنه الشعب العراقي لقد تعب من هذه المشهد. شكرا سيد ديفيد. أسمع رندا في 30 ثانية، كيف ترين المستقبل الأمني على الأقل المستقبل القريب؟ أتوقع أن يكون هناك اضطرابات أمنية كما قال ديفيد بين الأحزاب المختلفة، الفصائل من ناحية والتيار من ناحية أخرى، وذلك هو نتيجة لهذه العملية السياسية التي توقفت من حوالي سنة والآن مضطربة جدا ومنهارة بصراحة. شكرا رندا. عادة نختم بتفاؤل خاصة مع وجود ديفيد بولوك، لكن يبدو اليوم يعني نتمنى دائما السلامة والأمان للعراق والعراقيين. أشكركم ضيوفي الكرام، من بغداد الخبير الأمني والعسكري سيد فاضل أبو رغيف، من واشنطن كبير باحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سيد ديفيد بولوك، ومن أوهايو السيدة رندا سليم مؤسس مسؤولة برنامج فض النزاعات في معهد الشرق الأوسط للدراسات. الشكر موصول لكم. أسبوع الجاي إن شاء الله حلقات جديدة من بالعراقي. شوفكم على خير، فاصلوا يانا على مواقع التواصل. في أمان الله.